تصريح مقتضب من السفير السعودي في اليمن يختصر كل ما يحدث في البلد بحسب ما رآه البعض. محمد الجابر استنكر التدريبات العسكرية التي تجريها قوات الجيش الوطني في محافظة أبين، معتبرا ذلك خرقا لاتفاق الرياض. بحسب الجابر والذي بات البعض يصفه بالحاكم الفعلي لليمن في الوقت الراهن، فإن ما تقوم به القوات الحكومية من تدريبات عمل غير مقبول في ظل هجوم الحوثيين على عدد من الجبهات الخاضعة للشرعية، وهو ما يشير إلى موقف الرياض الرافض لأي تحرك حكومي ضد ميليشيات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات. تحدث الجابر عن أن تحرك هذا يخالف اتفاق الرياض، في حين مضى على توقيع الاتفاق أكثر من 5 أشهر ولم تتحقق منه نقطة واحدة، ما دفع البعض للتساؤل عن حقيقة هذا الاتفاق الذي يتحدث عنه السفير السعودي، بينما قبل يومين من تصريحه كانت ميليشيات الانتقالي تمنع قوة دربتها السعودية من الوصول إلى عدن، ولا تزال تفتعل الكثير من العراقيل. التصريح الذي رآه البعض استفزازيا يراه البعض الآخر منطقيا، فبينما تتعرض جبهات الشرعية للتساقط على يد ميليشيا الحوثي، ترابط الكثير من القوات الحكومية في مناطق شبوة وأبيان، وهذا أمر غير مقبول. للنقاش سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل الحذيفي، ومن أبها في المملكة العربية السعودية سينضم إلينا الصحفي سلمان عسكر. وأبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من تعز الدكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور فيصل. أو أبدأ مع الأستاذ سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. مرحبا حياك الله أستاذ سلمان. نبدأ معك بالسؤال المشترك لهذه الحلقة من فضاحر. تصريحات السفير السعودي الأخيرة عن تدريبات القوات الحكومية، كيف يمكن فهمها؟ بداية أحييك، أحيي ضيفك دكتور فيصل من تعز والسادة المشاهدين لقناتكم. أولا دعني أشير إلى نقطة مهمة قبل الإجابة على سؤالك عزيزي، وهي أن السفير السعودي، إشارتكم إلى أن السفير السعودي محمد الجابر هو الحاكم الفعلي لليمن. يا أخي الرجل في منصب للمملكة العربية السعودية سفيرا في اليمن وليس حاكما لليمن. الحكومة الشرعية هي من يدير أمورها في اليمن، ولا نريد يعني أن ندخل في حسابات خارج أطار ما يحدث على الأرض في اليمن. أما ما الإجابة على سؤالك حول ما يحدث أو حدث أو قد يحدث مستقبلا، الأمر لا، سؤالي هو عن كيفية، كيف يمكن فهم تصريحات السفير السعودي الأخيرة عن أن تدريبات القوات الحكومية في أبين وشبوة. لن أبدأ لك من التغريدة الأخيرة لمعالي السفير، ولكن سأبدأ من التغريدة التي سبقتها حينما رد على أحد اليمنيين المتواجدين في الرياض، وهو الإعلامي المعروف جلال الشرعبي، عندما غرد تغريدة حرض فيها على الشرعية وعلى اليمن. وهذا هو ديدن كثير من بعض الإعلاميين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، الذين في الأخير لا يهمهم إلا مصلحة الحوثي أو خدمة الحوثي إعلاميا، وأنا أقولها بالبنط العريض. لذا معالي السفير السعودي وجه رسالة واضحة وصريحة أن من لديه صراعات سياسية أو حزبية أو معارضية للشرعية فإنه يود تذكيره بحكمة قال فيها رعي الجمال خيرا من رعي الخنازير. هذه كانت رسالة للمجتمع اليمني العاقل الوسطي الذي يهمه مصلحة اليمن في المقام الأول. تلا ذلك التصريح أو التغريدة الأخرى التي قال فيها معالي السفير بأن ما يحدث من مناورات عسكرية في شبوة داخل الشرعية هو أمر بصراحة يدعو للعجب وغير مقبول. بالفعل نحن الآن سواء الجميع، يعني سواء التحالف العربي أو الأحزاب اليمنية، أمام عدو مشترك وهو العدو الحوثي، فلا داعي أن يكون هناك نزاعات أو خلافات بين عناصر داخل الشرعية. هذه النزاعات ستتطور وستحدث خلل أو شرخ كبير في الشرعية، ويبدأ العمل والانتباه والتركيز له وترك الحوثي يسرح ويمرح براحته. لذا أنا أضم صوتي إلى صوت معالي السفير السعودي بأن على هؤلاء أن يتوقفوا عن العبث بأمن اليمن، وأن يتوقفوا عن العمل تحت مصالح الحوثي وإيران، وأن يكونوا ضمن الشرعية وهدفهم الرئيسي والأساسي
هو مصلحة اليمن. للأسف وأنا أقولها بالفم المليان أن الوزير الإعلام اليمني كان من المفترض أن يظهر وأن يكون له كلمة، ولكن للأسف هذا الرجل مشغول بتويتر على حسابه الشخص الذي لا يتجاوز عدده تقريبا 200 أو 150 ألف، متجاهلا أن الجميع يريد أن يسمع من الحكومة الشرعية ماذا يحدث. فعندما لا يكون هناك وزير للإعلام اليمني فمن الطبيعي أن يتهم عناصر بالتحالف أو رجال دولة مثل السفير السعودي بأنهم حكام لليمن. أنا لا أسمح بمثل هذه العبارة عزيزي، لا لكم ولا لقناتكم ولا لغيركم. السفير السعودي محمد آل جابر يقوم بدور جبار وقوي في اليمن ويخدم الشرعية ويخدم التحالف ويخدم العروبة قبل أي شيء، وقام بأعمال. أنا سألتزم بسياق البرنامج في السؤال المشترك أنا أطرحه على الضيوف دون أي تعقيب، سأعود لك ونعقب على نقطة رفضك لوصف السفير السعودي بالحاكم الفعلي اليمن، لكن بعد أن أطرح السؤال المشترك على ضيفي من تعز دكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور فيصل، كيف يمكن فهم تصريحات السفير السعودي فيما يخص التدريبات الأخيرة لقوات الجيش الوطني في أبين والشبوة؟ مرحبا. مرحبا بك وبالجمهور الكريم وبالضيف، ونلفت عناية القائمين على البرنامج بإعادة الاتصال حتى نسمع الصوت بشكل مباشر عبر الأذن وليس عبر التلفزيون، حتى يكون هناك توافق في تتبع النقاش. أنا الحقيقة مثل أي يمني عندما قرأت التصريح للسفير السعودي فاجأني هذا التصريح. قد لا أكون معبرا عن السلطة الشرعية ولا عن الدولة اليمنية لأني مواطن عادي، وأي إعلامي هو لا يعبر عن السلطة الشرعية، ونحن نقرأ التصريح من باب التدخل السافر بالشؤون اليمنية. ليس من مهمة السفير في الأعراف الدبلوماسية وفي القانون الدولي أن يحدد لليمنيين شعبا أو دولة أو سلطة شرعية ما الذي ينبغي عليها فعله، أين تقيم قواتها وكيف تفعل. هنا قيادة مشتركة كان ينبغي أن تدارك الأمور بشكل غير معلن لمثل هذه القوات. هذا التصريح للأسف قالبه اللغوي قالب مستفز، يقول ليس من المقبول. هو لم يبدي وجهة نظر، هو يبدي امتعاضا ورفضا ويحمل نوع من الازدراء ويوجه بأنه هذا يجب وهذا لا يجب. يعني ليس من اختصاص تدخل السعودية في اليمن عسكريا لمساعدة الشرعية أو لمساعدة اليمنيين في استعادة الدولة التدخل في شؤون السيادة، هذا من شؤون السيادة. أين تتحرك القوات اليمنية من شؤون اليمنيين، أين كيف تصنع الخطط الأمنية الداخلية من خصوص اليمنيين. يعني أن تنتهك الإمارات والسعودية القرار السيادي اليمني هذا لا يمنحها الحق، هذا يعتبر تدخلا سافرا. وبالتالي السفير السعودي للأسف هو يمارس دورا خارج إطار الوظيفة الدبلوماسية. معروف ما هي الوظيفة الدبلوماسية، ليس أن يكون يعني ندا للشرعية أو ندا للدولة اليمنية. يعني حتى اليوم هذا التصريح من وجهة نظر مراقبة أو متابعة للوضع لما حصل في الانهزامات الكبيرة في الجوف وفي نهم، يبدو أن هناك عدم رغبة من السعودية والإمارات بعدم بقاء القوات الشرعية في أبين وفي شبوة، وبالتالي تم عن طريق القيادة العسكرية التي تتبع القيادة المشتركة للسعودية والإمارات بإعطاء أوامر بالانسحاب وتحقيق الهزيمة حتى يضغط على هذه القوات بالتحول من مواقعها نحو الجوف ونهم. يعني هذا التصريح بدد الشكوك وحولها إلى اتهامات مباشرة. يعني اليوم للأسف قوة الحوثيين على الأرض تتجسد من خلال الأخطاء التي تمارسها الإمارات والسعودية في اليمن. أصبح اليمنيون لا يثقون بهذا التدخل بأنه لصالحهم،
فبما أن إيران هي تدعم الحوثيين والانقلاب الحوثي ضد اليمنيين، فإن تدخل الإمارات السعودي في اليمن لم يعد يقنع اليمنيين بأنه تدخلا لصالحهم، وإنما تدخلا سافرا ضد مصالحهم، وهذا التصريح يعزز هذه القناعات. طيب أعود للأستاذ سلمان عسكر. إذا أستاذ سلمان عسكر، بداية أود التوضيح لك، لا أنا ولا قناة بلقيس من أطلق على محمد الجابر السفير السعودي صفة الحاكم الفعل اليمن. الكثير اليوم من النشطاء اليمنيين والسياسيين يتحدثون عن ذلك في وسائل التواصل ووسائل الإعلام المختلفة. ثانيا، ما يؤكد هذا التوصيف، هناك انتقاد من قبل الكثير للهجة السفير السعودي في التعاطي، تقول أنه سفير دبلوماسي فقط يمارس الدبلوماسية ويمثل المملكة العربية السعودية. يقول لك الدكتور فيصل وآخرون، بأي صفة وبأي حق يتحدث بهذه اللغة ويقول ليس من المقبول ويجب ولا يجب؟ هذه شؤون سيادية كما يقول الدكتور فيصل، فما علاقة السفير السعودي بذلك؟ ممتاز. السفير السعودي آل جابر أعطى وجهة نظر لعدة أسباب. أولا الجيرة التي تربط المملكة العربية السعودية باليمن. الأمر الآخر وجود بعض من يحاول أن يدخل اسم السعودية في متاهات وفي أمور لا علاقة لها لا علاقة المملكة بها، بينما هي ضمن التحالف العربي. ولكن دعني أسأل ضيفك من تأس سؤالا واحدا صريحا، وأنا أريد منها أن يجيب الآن أمام السادة المشاهدين عبر قناة بلقيس. عندما قال أن تدخل السفير محمد الجابر هو تدخل سافر، فماذا يعني تصريح السفير الإيراني عندما قال أن العاصمة القادمة هي صنعاء، ثم علل ذلك بالوجود داخل اليمن، ثم بدأ يصرح تصريحات فعلية بأن ما يحدث في اليمن هو بدعم إيراني، ولم نجد للدكتور فيصل ولا غيره دافع عن اليمن. الأمر الآخر، حسن حزب الله من لبنان عندما أصبح ووضع منبرة من لبنان لدعم الحوثي لقتل اليمنيين والتهديد واستقبال اليمنيين والتصريح والتدخل في شؤون اليمنيين، لماذا لم نجد صوتا يمنيا واحدا نزيها يرد على هؤلاء؟ بينما مجرد أعطى راينا السفير السعودي آل جابر قامت الدنيا ولم تقعد. أنا عندما أجد الإجابة المقنعة سألتزم الصمت، ولكن سأجيب لك يا سيدي. هؤلاء يعملون لصالح إيران وحزب الله في لبنان. طيب لماذا أنت مصر أستاذ سلمان لماذا أنت مصر على وضع السعودية والمسؤول السعوديين في كفة مع الإيرانيين وحسن نصر الله؟ لا 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 يا عزيزي، المملكة العربية السعودية لم تدخل الصواريخ ولم تدخل الألغام ولم تدخل المتفجرات ولم تدخل الخطراء إلى اليمن. المملكة العربية السعودية مدت جسرا إلى اليمن بالخيرات، ومركز الملك سلمان قدم أكثر من 12 مليار إلى الآن، لماذا لا ننظر لها يا سيدي؟ المملكة العربية السعودية استقبلت اللاجئين، المملكة العربية السعودية يعيش على أراضيها الآن في المملكة أكثر من 3 مليون يمني، وكان يعيش في إيران يا عزيزي 18 كلهم عناصر عبد الملك السعودي أو في لبنان. عندما نقول أو نتكلم عن المملكة العربية السعودية، أنا أعرف ماذا قدمت المملكة وغيري يعرف ماذا قدمت المملكة، ولكن هناك عين تنظر لحزب الله ولبنان بغل وفسق ولا وتنظر للمملكة. لا ننظر لا ننظر، وهناك جزء كبير من اليمنيين لا ينظرون إلى الحوثيين أنهم ميليشيا، أنهم سبب كل هذا البلاء، أنهم هم من انقلبوا وسببوا كل هذا البلاء، وأتى التحالف فيما بعد واكتملت القصة وانتهت اليمن. يعني سأنقل سؤالك للدكتور فيصل الحذيفي وأعود لك. دكتور فيصل الحذيفي يسأل الأستاذ سلمان عسكر، وهو يبدو أنه لديه انطباع مسبق أو أنه أنت فقط تصف حديث السفير السعودي بتدخل السافر وتقبل تصريح المسؤول الإيراني الذي قال أن صنعاء أصبحت العاصمة الرابعة وتصريحات حسن نصر الله من الضاحية الجنوبية. أولا أنا سأجيب بكل قناعة على السؤال المركب الذي قدمه ضيفك الكريم. أولا نحن ننظر إلى إيران وحزب الله باعتبارهم أعداء لليمن، لأنهم دعموا الانقلاب وأرادوا تطييف اليمن وتحويلها إلى دولة طوائف مثل لبنان.
وبالتالي لا ينبغي أن نضع إيران والسعودية في 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 نسق واحد. لا ينبغي أن نضع السعودية كدولة حليفة لليمن أو كدولة تدخلت بطلب من الرئيس الشرعي لدعم اليمن واستعادة الدولة، مع إيران التي تدخلت تدخلا سافرا ضد الدولة اليمنية وأرادت أن تخل بأمن اليمن والأمن القومي الخليجي بأكمله. وبالتالي هذه تعتبر من المسلمات أن إيران هي عدوة لليمن وللعرب وللمسلمين. يعني حتى المذهب الاثناعشري أصبح دينا أكثر منه مذهبا إسلاميا، ولا ينبغي أن نكرر المسلمات، فهي أكثر من الوضوح، واضحة أكثر من الوضوح. ثانيا، عندما يقول بأن السفير آل جابر أبدأ وجهة نظره، يا أخي السفير السعودي ليس ناشطا سياسيا ولا ناشطا إعلاميا ولا ناشطا حقوقيا ولا ناشطا حزبيا. الرجل يمثل دولة، وبالتالي عليه أن يتحدث بلغة ترجل الدولة، بلغة دبلوماسية وبإطار وظيفته الدبلوماسية. أنا من حقه كمواطن لا أنتمي إلى السلطة الشرعية ولا أمثل السلطة الرسمية، من حقي أن أبدي وجهة نظري، ومن حق الإعلامي أن يبدي وجهة نظره، من حق المواطن أن يبدي وجهة نظره. نحن للأمانة عندما نبدي امتعاضنا من الموقف السعودي، هذا الموقف هو فقط نريد أن نوصله إلى أعلى القرار في السعودية. هذا الامتعاض ينبغي أن يغيروا هؤلاء الجيران والأخوة والصداقة، أن يغيروا موقفهم من اليمن. يعني تدخلهم خلال 6 سنوات، ما الذي أحدثوه؟ أحدثوا انقلابا في الشمال وتقوية لهذا الانقلاب، وانقلابا في الجنوب وتقوية لهذا الانقلاب، ويتدخلون في وضعوا اليمن في حصار مغلق، الموانئ، المطارات، منعوا اليمن من عودة الشركات الاستثمارية، وبالتالي يتدخلون في صميم القرار السياسي، في صميم القرار العسكري، يمارسون القصف على القيادة العسكرية في الميدان ذات البعد الوطني ويتخلصوا منها، ليس آخرهم الحمادي. طيب، يعني سلسلة من القيادة العسكرية. الحديث يعني نحن بهذا الغضب إنما نعتب على علاقة الأخوة مع المملكة العربية السعودية. إذن أستاذ سلمان عسكر، هذه النقطة وضحها الدكتور فيصل. إيران عدو لليمن ولليمنيين، السعودية واليمن ما تجمعهم علاقة أخوة. يعني نحن أصبحنا لسنا أصحاب الوطن، أصحاب الوطن أصبحت السعودية. اسمح لي دكتور فيصل، ويبدو أنه هناك مشكلة في الصوت، والسفير السعودي بكل بقاحة يتدخل. أتمنى من الزملاء تدارك هذه المشكلة. سأذهب بالنقاش أنا للأستاذ سلمان عسكر. طيب، سأذهب بالمشكلة للأستاذ سلمان عسكر بهذه النقطة، وأنتم تجاوزوا المشكلة الفنية، أرجو من الزملاء. أستاذ سلمان عسكر، إذن وضح الدكتور فيصل النقطة، إيران بالنسبة لليمنيين عدو، علاقة اليمن والسعودية علاقة أخوة وأشقاء وجوار، تجاوزنا هذه النقطة. تصريحات السفير السعودي كما يقول الدكتور فيصل حذيفي، هو ليس ناشط حتى يبدي رأيه. الدكتور فيصل محلل وآخرين يمكن أن يمارسوا هذا الدور، لكن يفهم من تصريحات السفير السعودي اليوم بأن المملكة العربية السعودية هي من باتت المسؤولة عن كل شيء والمتحكمة بكل شيء. ومع ذلك بعض السعوديين اليوم والمسؤولين السعوديين يتهمون هذه الحكومة الشرعية بالعجز والفساد، وأنت ربما في بداية حديثك علقت عن دور وزير الإعلام واستنكرت أنه ربما مهتم بصفحته في تويتر أكثر من مهامه كوزير للإعلام. الكلمة لك. أولا عزيزي، أنا أريد أن أعقب على مقال كلام الدكتور فيصل. إيران عدوة الجميع، وهذا شيء مسلم به ومعترف به، ولكن البعض يقول ذلك في الظاهر ويتعامل مع إيران من تحت الطاولة. ما نجده الآن يحدث في اليمن ليست المملكة العربية السعودية، عندما أشار إليها الدكتور فيصل وقام 5 سنوات أنها من خلقت حربا في الشمال وانقلابا في الجنوب، هذا الكلام غير صحيح يا أخي. الإيرانيين يعملون في اليمن من العام 2000، وهذا لابد أن نثق فيه وأن نصدق هذه المعلومات، ولم يحرك أحدا ساكنا. الأمر الثاني الذي نحن طيب، إذا الإيرانيين كانوا يعملون من عام 2000 في اليمن، السعودية ماذا كانت تفعل؟ لماذا لا تحمي عمقها الاستراتيجي الذي يصرح دائما عنه المسؤولين السعوديين؟ لماذا تركوا المجال للإيرانيين؟ وقتها الرئيس علي عبد الله الصالح رحمه الله لم يطلب من المملكة العربية السعودية، ولم يطلب من الأمم المتحدة، ولم يطلب من أحد أن يتدخل لإنقاذ اليمن. كان لديه القدرة وكان لديه الجيش وكان يواجه الحوثيين في صعدة. لكن ما بعد ذلك، ما حدث من اختلالات بعد هذا، عندما انقلب الحوثيين على السلطة وانقلب أيضا حتى المؤتمر الشعبي، حينها كان لابد للرئيس الشرعي عبد ربه أن يستنجد المملكة العربية السعودية، والتي قامت
بعدته فورا دون أي تردد. لكن الأمر المهم الذي لابد أن نشير إليه عندما يتم الحديث عن معالي السفير السعودي محمد الجابر وكأن هؤلاء يريدوا منه سفير أن يستمر صامتا. يا أخي كل السفراء في الأرض يتكلمون، كل السفراء في الأرض يغردون، كل السفراء يعلقون، فإذا لم يكن السفير السعودي لديه تعليق أو تغريدة أو ما شابه ذلك فسنجد من يظهر لنا ويقول بأن السفير صامت. طيب ويتحدث ويقول ليس من المقبول وهذا يجب وهذا لا يجب. اليوم إذا مثلا السفير اليمني في بريطانيا قال ليس اليوم من المقبول من المملكة العربية السعودية التصرف الفلاني، هل سيكون هذا مقبول التصريح؟ نعم إذا وجهة نظر له يا أخي أنا لا أنكرها يا أخي وهذا يحدث اليوم. طيب. اليوم السفير الألماني يتحدث عن الصين، هل من حقه أن يتحدث عن الصين؟ من حقه يا أخي. هذا السفير في الأخير يتكلم. طيب. يتكلم عن شأنه. لكن طيب. نقطة وضحناها بالكثير من الوقت. طيب أذهب للدكتور فيصل حذيفي. دكتور فيصل حذيفي، تصريح الجابر جاء في وقت تزايد فيه التوترات في المناطق الجنوبية والجماعة لم يلتزموا بتنفيذ هذا الاتفاق، لا الحكومة ولا المجلس الانتقالي. المملكة العربية السعودية هي راعية هذا الاتفاق ولابد أن يكون لها موقف من هذا الاتفاق وأن يكون لديها حزم أيضا في تنفيذ هذا الاتفاق. لماذا إذن يتم الغضب من هذا التصريح السعودي؟ هو التصريح السعودي أتى فاضحا لسلوكيات تنبع عن سوء نوايا. أنا أذكر بأن اليمنيين خرجوا عن بكرة أبيهم المناهض للحوثيين وللتدخل الإيراني في اليمن، خرجوا رافعين صور الملك سلمان وصور محمد بن سلمان وصور الإمارات، شكرا ملك الخير، شكرا إمارة الخير، وكانوا مستبشرين خيرا. ولكن سوء الأداء السياسي والعسكري على الأرض والتدخل الصارخ المنتهك للسيادة اليمنية باعتبارها دولة ذات سيادة وكل قرارات الأمم المتحدة تحرص على سيادة واستقلال ووحدة اليمن، بينما السلوك الإمارات السعودية على الأرض هي تخدش في وحدة اليمن، في استقلاله، طيب في سيادته. دعنا في يعني نقطة إدارة اتفاق الرياض، ألا يأتي هذا التصريح سأصل إليه في سياق تنفيذ هذا الاتفاق وحزم المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذا الاتفاق؟ لأنه البعض يقول هذا التصريح المفروض لا يغضب الأخوة في الحكومة الشرعية، فعلا لماذا عمل مناورات في الجنوب توتر الوضع؟ أولا من حق السلطة اليمنية الشرعية أن تحرق قواتها الأمنية والعسكرية للعرض كما يحلو لها، وليس من حق السعودية والإمارات أن تعترض على ذلك، هذه من البديهيات. كيف تمنع، كيف تقوم الإمارات بتجنيد أكثر من 200,000 جيش موازي والسعودية أخذت منهم، أخذت العهدة من الإمارات إليها وأخذت هذا الجزء ودربتهم تحت عنوان حماية المنشآت لتستلم الميناء والمطار فقط؟ هو تداول على إدارة البلد بعيدا عن السلطة الشرعية وعن يعني الجانب القانوني ما يحق لهذا التدخل وما لا يحق له. يعني نحن نتحدث عن اتفاقية الرياض التي هي أصلا انتهاكا للشأن اليمني، هي انتهاكا للسيادة اليمنية، هي غدرا بالشرعية التي استدعت هذا التدخل. كيف تقترح الرياض اتفاقا بين حكومة شرعية كطرفا سياسيا وشخصية دولية مع طرف انقلابي؟ إذا كان هذا صالحا فكان ينبغي أن يكون صالحا أيضا مع الحوثيين. يعني هو تكرار لاتفاق السلم والشراكة. تم دعم الاتفاق سرا، تم دعم الانقلاب شمالا سرا، وأرغم السلطة الشرعية على الجلوس معه في اتفاق اسمه السلم والشراكة، وتم دعم الانقلاب جنوبا جهرا، وتم دعم هذا الانقلاب بإجبار السلطة الشرعية بالوقوف معه في توقيع اتفاقية الرياض. ومن قال لك يا دكتور فيصل أنه أرغمت الشرعية على تنفيذ الاتفاق؟ شاهدناهم محتفلين في صالة توقيع الاتفاق في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، من قال لك أنهم مجبرين أو مرغمين على توقيع هذا الاتفاق؟ من يمتلك القوة على الأرض ومن يمتلك تدفق الأموال على هؤلاء الناس الموجودين في الرياض لا يدعو إطلاقا إلى أن هناك إرادة حقيقية لليمنيين. اليوم السلطة الشرعية لم تعترض على كل الخروقات منذ اليوم الأول،
ضيفك الكريم يتحدث عن سخاء كبير لدعم اليمنيين، صحيح هذا السخاء، ولكن توجه لمن؟ توجه لخمسين ألف في المنفى في الرياض، هؤلاء لا يخصوننا، هؤلاء يخصون يمثلون أنفسهم. اليوم نحن كشعب يمني، أنا أعبر عن نفسي وعن كثير من أمثالي في المجتمع اليمني، أصبحت الشرعية نتيجة لهذا الضعف وهذا الأداء السيء مثله مثل التدخل السعودي الإماراتي، مثله مثل التدخل الإيراني، مثلها مثل الانقلاب الحوثي. اليوم لم يعد الأمر مميزا بين كفتين واضحتين بمشروعين مختلفين، كلا المشاريع تهدم اليمن، كلا المشاريع تنتهك سيادته، كلا المشاريع تستهدف الإنسان اليمني. ضيفك الكريم يتحدث بلغة أيضا مثيرة، إما أنه يتمسخر علينا أو يتحدث بلغة أنا لا أفهمها، عندما يقول هناك لاجئين يمنيين، عن أي لجوء يتحدث؟ الحدود مغلقة، لا يستطيع يذهب أحد إلى السعودية إلا بتأشيرة إقامة أو فيزا أو حج أو عمرة، وبالتالي كل من يدخل هو يدفع أموال للسعودية. حتى اليمني الذي يشتري الفيزا بعشر ألف سعودي وبعشرين ألف يصل إلى الرياض ويقول له هذا الفيزا التي وصلت من أجلها أصبحت مسعودة هذه الأعمال، ويرحلوه يوم الثاني. طيب تتحدث عن طيب قبل أن نتحدث عن المحور الثاني، عمال يمنيون، حتى أسمح له الرد بهذه النقطة قبل أن ننتقل للمحور الثاني. أستاذ سلمان عسكر، ماذا كنت تقصد بحديثك عن لاجئين يمنيين؟ صحيح ما يقوله الدكتور فيصل حذيفي، وفق القانون الموجود الآن في المملكة العربية السعودية اليمنيين هم مقيمين إما بفيزا حكومية أو فيزا عمل. والله ما دام دكتور فيصل فهم بهالمعنى أنا ما أقدر أوصل المعلومة له. أنا أتكلم أمام المشاهدين بلغة واضحة، هناك من غادر صنعاء وبعض المناطق التي فيها سيطرة حوثية إلى مناطق في عدن وفي حضرموت ومواقع أخرى، من قام بخدمتهم واستقبالهم ووضع الخيام ومعاملتهم معاملة إنسانية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أنا لم أتحدث عن لاجئين داخل المملكة. تمام، وضحت النقطة. طيب نعود لنقاشنا. من باب الحرص السعودي على تنفيذ اتفاق الرياض، سمعنا التصريح للسفير السعودي حول التدريبات في أبيان والجنوب، تفهم هذه التصريحات في هذا السياق كما تقول أستاذ سلمان، لكن عندما حاصرت قوات المجلس الانتقالي قوات دربتها المملكة العربية السعودية في مطار عدن لم نسمع أي تصريح من السفير السعودي. هل فعلا ما يزال هناك شيء اسمه اتفاق الرياض أيضا؟ لأنه لم يكن شيء هناك في عدن يستوجب أن يصرح السفير السعودي، هذا جانب. الجانب الثاني أو الأهم في هذا هو اتفاق الرياض. دائما أنا أجد الدندنة حول اتفاق الرياض. أنا أقول وأوضح للسادة المستمعين عبر قناتكم العزيزة بأن اتفاق الرياض لا يزال يسير في المسار الصحيح. صحيح هناك بطء أو عدم يعني تنفيذ الآلية في المواعيد أو الفترات أو التواريخ المحددة، ولكن لا، هناك نتائج وهناك عمل على الميدان ما نشاهده ونلمسه في محافظة عدن وفي المناطق الجنوبية من استقرار وأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها حصل بعد اتفاق الرياض. قبل اتفاق الرياض يا سيدي كان هناك تزييرات شبه يومية في عدن، كان هناك اغتيالات شبه يومية في عدن. اتفاق الرياض خطى خطوة للمقدمة نحو بث السلم والسلام في العدن وفي المحافظات الجنوبية. أيضا هناك بداية ترتيب لبعض القوات الأمنية واستعادة بعض المواقع، توحيد للجيش، يعني لا هناك نجاح، دعني أقول جزء. طيب ما تصفوه أنت وتوصفوه بالنجاح لاتفاق الرياض، قلت أن قبل الاتفاق كانت هناك تفجيرات ووضع أمني منفلت في عدن، برأيك لماذا كان هذا الوضع المنفلت في عدن؟ من يتحمل مسؤولية؟ هناك كانت خلايا نائمة يا عزيزي، هناك كانت من يحاول أن يرمي بهذه الأعباء وهذه على الشرعية أو يحملها الشرعية، هناك من كان يريد أن يستهدف بها المجلس الانتقالي، يعني هناك أكثر من عمل كان يتم في الظلام لا نعلم عنه، ولكن بعد توحيد واتحاد المجلس الانتقالي والشرعية والعمل في صف واحد أجهبت هذه الأعمال. كيف توحدوا؟ اشرح لي كيف توحدت الشرعية والمجلس الانتقالي إذا حدث انقلاب على الحكومة الشرعية؟ لم أفهم كيف حدث انقلاب. أنت تقول توحدت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وضبطوا الوضع،
ما حدث في أغسطس ليس توحد، حصل انقلاب من المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية، لذلك جاء اتفاق الرياض. لا كان يعني اتفاق الرياض هو من أجل المصالحة، الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية وتم التوقيع عليه بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني والشيخ محمد بن زايد، كان حول توحيد وجهات النظر. كان هناك اختلافات، كان هناك ظهور المجلس الانتقالي، وأنا تكلمت حينها وقتها بأن ظهور المجلس الانتقالي في تلك الفترة كان خطأ كبيرا، وكان لابد أن تعاد الأمور تحت مظلة الشرعية من أجل مواجهة عدو مشترك وهو العودي. ولذا الجميع بعقل اليمني وحكمته الأزلية القديمة اتفقوا ووضعوا مصلحة اليمن قبل أي شيء واتجهوا في المسار الصحيح. ولذا نحن نشاهد ونلمس النتائج الفعلية في عدن وفي بعض المناطق الجنوبية، وهي التي بصراحة وضعت الحجر في حلق الحاسدين على توحد اليمنيين. طيب المملكة العربية السعودية ما الذي فعلته أستاذ سلمان لتضمن تنفيذ هذا الاتفاق؟ المملكة العربية السعودية هذا الاتفاق ليس أول اتفاق لها. المملكة العربية السعودية يا سيدي رعت أكثر من 30 اتفاقا منذ تأسيسها إلى الآن، لم يفشل اتفاقا واحدا. بس يتأخروا شوية بس في تأخير في التنفيذ. رعت فلسطين. لا لا خلينا نركز في موضوع اليمن، لكن لا تفشل هذه الاتفاقات، لكن هناك تأخير في التنفيذ. مثلا اتفاق الرياض مرت 5 أشهر حتى الآن ولم ينفذ منه سوى غير عودة الحكومة لعدن ومن ثم عادت مرة أخرى إلى الرياض. يعني مجرد عودة الحكومة إلى عدن شيء جديد بصراحة، تذكر كانت في الفترات الماضية غير متواجدة في عدن. ولكن أنا أعود وأشير إلى نقطة مهمة يا سيدي، هذا دور وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، وين نايم الرجل يا أخي؟ إذا كان أنا إعلامي يا سيدي، ودعني أقولها أمام الفضائية وأمام كل الناس، أنا إعلامي أحاول أن أتواصل بوزير الإعلام معمر الأرياني مغلق جواله 24 سنة منذ تعيينه إلى اليوم. الرجل شغال على تويتر، شغال على تويتر فقط. اليمنيين يريدون رجلا يظهر في الإعلام لكي يتكلم، مثل سابق عبد المجيد كباطي. الدكتور عبد المجيد كباطي كان يظهر في القنوات وكان يتحدث وكان يرسل رسائل للداخل اليمني وكان يحضر جلسات دولية ولقاءات وورش. بس يا استاذ سلمان، يا استاذ سلمان لماذا تقلل؟ استاذ سلمان لماذا تقلل من تويتر ونشاط وزير الاعلام معمر الايراني على تويتر؟ دونالد ترامب مثلا لا يغرد الا على تويتر. نعم. مثلا اي نعم، في فرق يا سيدي. متابعين الشخص على تويتر لا يتجاوزون 110، لكن على قناتك بلقيس الان اتوقع ان المتابعين لا يقل عن 5 و7 و10 مليون. هنا الفرق وهنا صنعت الفرق. وأنا معك أستنقض وأستنهض الوزير اليمني الإعلام اليمني أن ينهض وأن يظهر لنا من أجل أن يوضع الحقائق لنا ولكم لليمنيين. صحيح. هذه المشكلة أن هناك معلومات غائبة سيدي. أنا أشكر صراحة سلمان عسكر، نحن نعاني كثيرا ونحن قناة يمنية من مسؤولي الشرعيين يتجاوب معنا. أشكرك جزيلا على هذه الحمية والنقطة المهمة التي تحدث بها. طيب دكتور فيصل الحذيفي، اليوم جبهات الشرعية تتساقط واحدة تلو الأخرى من الجوف إلى نهم، والشرعية مركزة في أبيان وشبوة تجري تدريبات عسكرية هناك، أليس من الأهم الذهاب إلى الجبهات في الجوف ومأرب ونهم؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال، هناك ملاحظة ينبغي الرد عليها تعقيبا على كلام الضيف. السعودية منذ 5 أشهر استلمت زمام الأمر في عدن، هي مسؤولة عن منع الانتقال من دخول رئيس مجلس الوزراء مع فريقه الحكومي إلى قصر معاشر، هي مسؤولة أيضا عن الاستهانة بأبناء تعز وأبناء إب وأبناء الشمال ورميهم بالصحراء، هي المسؤولة عن الاختلال الأمني، هي المسؤولة عن الاغتيالات السابقة لأن الإمارات كانت تمسك بملف عدن والجنوب. وبالتالي الانتقال إلى ما ذكرته في السؤال، لماذا هذه الخطة العسكرية تتكاثف الجيش الوطني في أبيان وفي شبوة؟ هذا أولا يضع سؤال، هل القرار العسكري قرارا واحدا؟ هل سمحت دول التحالف أن يكون عندنا جيش واحد؟ للأسف لا. دكتور فيصل اسمح لي في اسمح لي حتى لا يفهم أن في كلامك تناقض. أنت تقول في بداية الحلقة حق وقرار سيادي لليمن أن تحرك جبهاتها قواتها العسكرية في أي منطقة في اليمن،
فلماذا تحركها في أبين وشبوة ولا تذهب إلى الجوف ومأرب ونهم؟ القيادة العسكرية على الأرض أول مرة قلت هل هي قيادة عسكرية واحدة حتى تقرر تحريكها عندما يكون عندك جيش مستقل في تعز وجيش مستقل في أبين وجيش مستقل في شبوة وجيش مستقل في الجوف وجيش مستقل في مأرب؟ أي أن التدخل السعودي الإماراتي صنع هذا التفتيت للإدارة للجيش للأمن للبلد، وبالتالي كيف نطلب من جيش بهذا التفتيت وتعز قطاع منفصل لم يلتفت إليه لا من الشرعية ولا من التحالف ولا من جهة أخرى؟ يعني من صرح وقال مثلا أن تعز من صرح وقال أن تعز قطاع منفصل هو مسؤول عسكري يمني وليس مسؤول عسكري لا سعودي ولا إماراتي؟ هذا الذي صرح هو مسؤول عسكري يمني يخضع للقيادة للقوات للقيادة المشتركة ويتبع التحالف ويتقاضى راتبه من التحالف ويتم يعني الاستيلاء أو الاستحواذ على القرار العسكري في الأرض من قبل التحالف التي تدفع مرتبات عسكرية وأشياء أخرى لهذه القيادات التي تأتمر بأمره. فهي من أمرت بالانسحاب التكتيكي والمفاجئ من نهم ومن الجوف، وخسرنا هذه المناطق كبيرا حتى تضغط على الجيش أن ينسحب من أبيان وشبوة لصالح الانتقال وتترك له الفراغ. الأمر واضح تحليلا، لا أستطيع أجد مبرر آخر. عندما يكون الجيش له سنوات معزز هذه الجبهات وقوي ولديه سلاح، وبالتالي تأتيه أوامر، الفرد ماذا بيسعيه أن يفعل عندما تأتيه أوامر بالانسحاب التكتيكي لأن هناك قطاع عسكرية على مسرح العمليات في الأرض، وبالتالي يكتشف بأنه وقع في خديعة، أي أنه من يتحكم بالقرار كان يريد الضغط على الجيش أن ينسحب من مأرب من شبوة ومن أبين لصالح الانتقالي حتى يتم الدفاع والإنهاك في مأرب والجوف. طبعا قلنا بأنه تفتيت القيادة العسكرية تجعل من الصعوبة بمكان التحكم بالخارطة العسكرية، فتعز مثلا لا تخضع للقيادة العسكرية المركزية، وأبين كذلك وشبوة كذلك ونهم والجوف كذلك. إذن بما أنهم صنعوا هذا التفتيت فليتحملوا نتائجه وهم مسؤولين مسؤولية تاريخية أمام هذه التجزئة. ربما لو كان اليمنيون جابه الموقف بدون دعم السعودية والإمارات ربما لخرجوا من الحرب بشكل مبكر. نحن اليوم طيب نكرر بأن الحرب في اليمن ينظر طيب أستاذ سلمان عسكر، إذن كلها مشاريع تهدم اليمن وتستهدف اليمنيين كما يقول الدكتور فيصل الحذيفي، سواء المشروع الإيراني أو ما بات يوصفه بالمشروع السعودي الإماراتي. ما يحدث في أبين وشبوة هو الهدف منه الضغط على قوات الجيش الوطني هناك وسحبها لصالح المجلس الانتقال، لأن هناك صفقة سرية ومباحثات مع الحوثيين تسلمهم جبهات الجوف ونهم ومأرب. ما ردك؟ غير صحيح. المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأنا أقولها بالفم المليان، لا يمكن في يوم من الأيام أن تمد يدها للحوثي ولا لأعوانه ولا لأنصاره، ولا يمكن أن تتفق مع إصابات إنقلابية إرهابية. المملكة العربية السعودية أعلنت قائمة 40 إرهابي من ضمنها الحوثي عبد الملك رئيس العصابة، فلا يعقل مثل هذا الكلام أن يصدق أو يقبل. ولو كان ذلك واقعياً لما كان طيران التحالف حتى هذه اللحظة يقصف في صنعاء وفي غيرها من مواقع سيطرة الحوثيين، بما الحوثيين يحاولون الرد ولكنهم في الرمق الأخير، وأنا أقولها بكل صراحة وبكل قوة وإعزاز لله الحمد. ولكن دعني أذهب إلى شيء في خاطري أنا أتكلم عنه يا سيدي، وهو أنه لو وضعنا سلمان من هو في الرمق الأخير؟ من في الرمق الأخير؟ الحوثي. نعم. ومن أسقط الجوف ونهم؟ ليس الخيانات، وأنا أقولها وأكررها. وعندما الأخ فيصل يتكلم عن الجيش الوطني، أنا مع الجيش الوطني اليمني، ولكن لديك عناصر داخل الجيش اليمني هي خائنة. الذين كانوا يعملون في المنفذ الذي يربط اليمن، منفذ شحن الذي يربط اليمن بالسلطنة عمان، هم من الأخوة اليمنيين الذين كانوا يدفعون للشرعية، وكانوا هم من يمررون الصواريخ والمتفجرات والألغام عندما يأخذون من الطرف الآخر أموالا ثم يدخلونها إلى الحوثيين في صنعاء، بينما هم تحت السلطة الشرعية. لماذا نكذب على بعض؟ لماذا لا نتكلم بوضوح وبالصراحة؟ لماذا أضع؟ ألا تعتقد أستاذ سلمان أن هذه اللغة التي تتحدث بها وتصف قيادات في الجيش الوطني الذي يفترض هو في علاقة شراكة مع التحالف بالخيانات أمر غير مقبول؟
وقد يسبب ربما اعتراض من هؤلاء القيادات؟ لا 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 لا، هناك الخيانات موجودة. من أسقط الجوف هي خيانات من داخل الجوف. من كان يعمل في نهن في تلك اللحظات التي سقطت فيها نهن هم من الجيش اليمني، مع احترامي، وأنا أقولها لا يجب أن نضع الأمانة على الكل. هناك خيانات يجب أن وهناك هذه تصريحات وردت على ألسنة بعض المسؤولين اليمنيين. طيب ننقل النقطة لدكتور فيصل حذيفي. دكتور فيصل، أنت تلخص القصة وتقول أن ما يحصل الآن هو تفتيت المؤسسة العسكرية من قبل التحالف، لكن يقول لك الأستاذ سلمان عسكر هذا كلام غير صحيح. ما يحدث هو أن هناك خيانات تحدث داخل صفوف الشرعية تسلم مناطق ومحافظات للحوثيين. لنفترض بأن ما قاله صحيح، أنها خيانات، وأنا أوافقه بأن هناك خيانات، ولكن هذه الخيانات من وراءها؟ يعني هو يقول بأنها خيانات لصالح الحوثي، وأنا أقول بأنها خيانات لصالح الحوثي بإعازة من القيادة المشتركة التي تتحكم في المشهد. هل ترك للجيش الوطني أن يتحكم بالقرار العسكري حتى نلومه؟ هذه القيادات قلنا تقبض أموالا من دول التحالف، وبالتالي هي التي تؤمر بالانسحاب فتنسحب، وتؤمر بالتقدم فتتقدم. يحدثني عن أن دول التحالف ما شاء الله تقصف بالطيران. صحيح، تقصف بالطيران الجيش الوطني وتقصف الحوثيين، يعني عبث. تقصف المؤسسات المدنية عبث، تقصف السكان عبث. وبالتالي أنا أضع له سؤال، كيف ينهزم جيش حتى وإن كان خائنا عن بكرة أبيه وهو مدعوما بقوات قوية؟ أين كانت هذه القوات القوية النائمة؟ كيف ينتصر إنسان راجل جيش بري بأسلحة بدائية ينتصر على جيش يمتلك طائرات وصواريخ قوية وأقمار صناعية ودعم دولي؟ يعني إذا استطاع أن يقنعني بأن الجندي الحافي القدمين المنتمي للحوثيين قادر على أن يهزم الطائرات وصواريخها، والله هذه تحتاج إلى مشعوذ. طيب نقول هذه النقطة الأستاذ سلمان عسكر، إذن عدم دعم الجيش الوطني في جبهات ميليشيا الحوثي كما يقول الدكتور فيصل الحذيفي من تعز، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن، هذا لا علاقة له بدعم الشرعية من قبل التحالف، بل له علاقة بهدف يمارس من قبل التحالف لتفتيت اليمن. دكتور فيصل سأل سؤال مهم بصراحة، وضعني أقف أمامه حيران من أجل أن أجيب قبل أن أجيب عليه. وهو يقول كيف لنا أن ينهزم جيش وطني مدعوم بالطيران والتحالف وما شابه ذلك؟ وأنا أريد أن أسأل السؤال، عبد الملك الحوثي وجيشه كيف استطاع أن يتوجه إلى صنعاء الساعة 6 صباحا والظهر الساعة 12 وهو في صنعاء؟ يعني هذا ما يصدق يا أخي. كيف سيطر على عمران واللحج ومارب ووصل إلى الجنوب خلال أقل من 24 ساعة الحوت؟ وين كان الجيش اليمني؟ أين طيب كان الجيش اليمني؟ خلال 5 سنوات أستاذ سلمان لم تحصل على إجابة، كيف حدث ذلك؟ برأيك كيف حدث؟ ما أنا أسأله هو جالس يسأل كيف سقطت الجوف؟ أنا أجيبه. طيب أنت برأيك كيف سقطت صنعاء؟ برأيك من دعم عبد الملك الحوثي في تلك الفترة حتى تسقط صنعاء؟ كان في يعني تراخي من الحكومة وقتها ومن النظام، وللأسف الأمم المتحدة كانت شريك في المهمة. جمال بن عمر وقتها كان يتعشى في منزل عبد الملك في صعدة. يعني يا أخي هذه حقائق ليست أقوال من سلمان عسكر. تخاذل أيضا من الرئيس الراحل الله يرحمه علي عبد الله صالح، الرئيس الشرعي الآن حاليا عبد ربه هادي، الحكومة التي كانت وقتها باسندوا، كان هناك بعث وكان هناك تواطئ في نفس الوقت، وأنا أقولها بكل أمان، كان هناك تواطؤ، ولا كان يجب محاصرة الحوثي ويقاف عند حد. ولكن للأسف الآن يرمى كل العبء والثقل والاتهام للمملكة العربية السعودية. لذا نجد أن إسرائيل التي 70 سنة محتلة القدس لم تهاجم بمثل ما هاجمت فيه السعودية في 5 سنوات، وللأسف من الأخوة اليمنيين. وكأن صحيح. المملكة العربية السعودية هي إبليس في اليمن. صحيح، وأنا سأقول هذه النقطة للدكتور فيصل حذيفي. لماذا تعليق الأخطاء على المملكة العربية السعودية؟ لماذا اليوم اليمنيين يتحدثون عن أن هناك صفقات ما بين السعودية والحوثيين وإفشال اللذة، ولا يبحثون عن سبب الإخفاق الحقيقي؟ لو بحثنا عن سبب الإخفاق الحقيقي
سنجد بأن مرده دول التحالف التي تدخلت وهمشت القرار السيادي اليمني والدولة اليمنية وأصبحت هي التي تحل محلها. هو سأل سؤال، قال كيف استطاع الحوثيون أن ينطلقوا من صعدة وبخلال الأيام وصلوا إلى عدن؟ أكثر من طرف نقل عن عبد الرب منصور هادي بأنه تلقى اتصالا من الملك عبد الله الله يرحمه، قال له دعهم يدخلوا بس يصفوا ويرتبوا الأمور والوضع تحت السيطرة ونحن سنتخلص منهم. وبالتالي عندما وصل الحوثيون تم تسليمهم بشكل رسمي المعسكرات بوزير دفاع اسمه يحسب على المؤتمر الشعبي العام تحت رعاية هادي، ولم يعترض عليه لا السعودية ولم تعترض عليه الحكومة اليمنية، والسعودية متأذية من بشكل مبكر من الحروب الحوثية التي كانت تستهدف حدودها. وبالتالي إذا هناك تدخل غير معلن من الإمارات والسعودية في دعم الحوثيين لإعادة تسوية المشهد، ولكن الحوثيون لم يلتزموا ولا هم لإيران وليس للسعودية، خلبطوا المشهد وبالتالي انتصروا بخطة واضحة جدا تدخل فيها هؤلاء الناس الذين عادوا الكرة من جديد ليتدخلوا ولم يصلوا إلى نتيجة معنا. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر الجزيل لضيفي من المملكة العربية السعودية الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سلمان عسكر كان معنا من أبها. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لمشاهدي قناة بلقيس وبرنامج فضاحنا. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.